وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أصدرتم بيانا بشأن تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، كيف تابعتم هذا التقرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، كنا نأمل أن يكون تقرير كوبيتش تقريرا منصفا يوصف الحالة في العراق كما هي، يوضح الأمور التي تحصل في هذا البلد الذي يعاني منذ أكثر من 15 عاما. لكن مع شديد الأسف وجدنا أن هذا التقرير فيه من المغالطات وفيه من الجور وفيه من الظلم الكثير الكثير. هذا التقرير مع شديد الأسف يتناغم مع الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية في عدم وفي الإصرار على عدم تغيير الأوضاع في العراق وفي استمرار معاناة المواطنين العراقيين وما يعانونه منذ الاحتلال إلى الآن. نعم. مع شديد الأسف كما قلنا أن هذا التقرير لم يكتفي بتزوير الحقيقة وعدم ذكر الوضع الحالي للعراق كما هو، بل جاء يبرر للحكومة ما تفعله من جرائم ويصطف معها ضد إرادة الشعب، وفي المقابل أيضا يتهم المهجرين قسريا الذين هجروا من ديارهم الذي أعدادهم كبيرة جدا باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويبرر للحكومة الحالية ما تمارسه من جور وظلم واضطهاد وتعذيب واعتقال يمارس ضد هؤلاء الأبرياء. طيب دكتور يحيى، التوقيت ماذا يمثل توقيت إصدار التقرير الأممي؟ كيف تنظرون له؟ مع شديد الأسف أخي الكريم، الآن الوقت كما تعلم الكل يتهيأ للموضوع الانتخابات، وجاء هذا التقرير أيضا يسوق. نعم دكتور يحيى، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين.